عودة المنتخب الوطني لاستقبال منافسيه بملعب 5 جويلية الأولمبي بمناسبة الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 أثلج صدور الجماهير التي استحسنت التنظيم المحكم قبل الولوج إلى الملعب، خاصة بعد استحداث التذاكر الإلكترونية. ولينا يعني الملعب المناسب، يعني الملعب كبير يتسع يعني للجمهور الجزائري، وبالنسبه للتنظيم راه التنظيم جيد، بالنسبه على يعني التذاكر يعني حاجه مليحه. حاجه شابه اللي داروها. انا اخو ماكسيمو سانك بيني تراني في الصطاد، ما نكذبش عليك، ما كاينين لاشاني طباني والو. جو تروف كو سي سوبر بيان اورغانيزي، اون ا با يو دو بروبليم، اون اي اون فامي غا كيف كيف، سي ريسبكتيو. هكذا او موان سي ميو، اون كونترول لا فونت دي تيكي، اي يا با لو مارشي باراليل. موا جو تروف كو سي اون تري بون ايدي هادي. الناخب الوطني وبعد الفوز على المنتخب الأوغندي بثنائية نظيفة أشد بالمردود الذي قدمه لاعبوه طيلة أطوار المباراة رغم التعديلات التي أجراها في بعض المناصب. Les joueurs ont été très attentifs à la perte du ballon, à la réaction tout de suite à la perte du ballon, à l'organisation. Toutes nos attaques étaient bien équilibrées avec une équipe qui était avec des Les joueurs qui n'étaient pas concernés étaient sur du marquage préventif. Bref, tout ce qui fait qu'on peut attaquer tranquillement sans avoir peur de se faire contrer, puisque ce genre d'équipe ont ce genre de qualité. Et donc aujourd'hui, moi, je salue les joueurs pour ce match-là. الجولة الثانية من التصفيات ستقود الخضر لمواجهة المنتخب التنزاني بملعب السلام يوم 8 جوان، على أمل العودة بنتيجة إيجابية، خاصة بعد التعادل هذا الأخير مع منتخب النيجر بهدف لمثله في افتتاح مباريات هذه المجموعة.